فبالتأكيد كده خلاص لا صوت يعلو فوق صوت عودة الفريق تاني لمنافسات بطولة الدوري، اللي احنا زي ما قلنا بنقفل بقى كل الملفات. قفلنا خلاص ملف الكونفدرالية، وقفلنا مؤقتا أكيد يعني ملف منتخبنا الوطني. نركز بقى دلوقتي في فريق نادي الزمالك وفي دوري نايل بعد غياب الفترة الأخيرة بسبب طبعا فترة التوقف الدولي اللي حصلت. يمكن آخر مباراة كده لعبناها كانت مواجهة الاتحاد يوم 27 مايو، كانت طبعا المواجهة دي في برج العرب وكسبنا بثنائية كان ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري. طبعا لما هنقول الاسمين دول هنقول الجزيري وناصر ماهر، يعني هنفرح وهنزعل في نفس الوقت. أكيد هنفرح بمستوى ناصر ماهر اللي نزل في 5 دقايق في ماتش مصر وغينيا بيساو غير المباراة، وكانت المباراة طبعا خارج ملعبنا، المباراة كانت صعبة، كنا محتاجين ان احنا نرجع تاني بالجيم وطبعا محتاجين نسجل هدف، ولكن هو نزل وعمل كده لعبتين ولا كأنه بيشارك من الدقيقة الأولى ولا كأنه يعني جاهز من أول ثانية في المباراة زي اللي كانوا في المباراة وبيلعبوا. وكاد على فكرة ان هو يتسبب من خلال لعبة منهم في فوز منتخبنا الوطني. طبعا سوء يعني لولا بقى سوء التوفيق اللي حصل او اللي لازم محمد صلاح، اكيد الكرة دي يعني ما كانتش في الهدف. وبالتالي ده لو بيدل على شيء فهو بيدل برضو على شخصية ناصر ماهر الدولية، لانه لعب منتخبات من سن صغير جدا، ودي صفة مهمة جدا جدا وضرورية جدا انها تكون في اي لاعب بيرتدي قميص نادي الزمالك. كده كده احنا عارفين ان ناصر ماهر امكانياته كويسة جدا وعندنا ثقة كبيرة فيه، وعارفين ان هو خد ثقة كمان، يعني هو عنده ثقة كبيرة هو خدها من رجوعه لمنتخب مصر، ثم بقى المظهر اللي هو ظهر عليه في الكام دقيقة اللي لعبهم، يعني تقريبا ما يتعدوش 5 6 دقايق، ولكن كانت فترة يعني كويسة قوي ان احنا نقدر نحدد بيها امكانياته. كانت لمسته واضحة جدا في المباراة دي، وشفنا لما نزل حصل ايه، وشفنا الاساس بتاعه الرهيب. طبعا هو عمل فارق بشكل كبير جدا وفارق ايجابي يعني مع اللعيبه، وكان فيه طبعا اشاده بقى كبيره جدا بكل اللي هو قدمه. وطبعا احنا كلنا كنا شايفين ان ناصر ماهر لازم ياخد يعني فرصه اكبر ولازم يبقى من الاساسيين، لان ناصر ماهر الحقيقه يا جماعه بيقدم مستويات فعلا مميزه جدا وكل الناس بتشيد بادائه. شفناه في 5 دقايق عمل ايه، فمسته كمان بقى ان هو شخصيته قويه جدا، وكان في كلام كتير جدا اول لما هو جه وانضم لنادي الزمالك، وكان في هجوم وانتقادات، وده احنا دايما يعني بنشوفه على اي لاعب كويس. بنشوف طبعا في البدايه ناس بتحاربه او ناس بتنتقده او شايفين ان ادائه مش مبهر او مش احسن حاجه، وحاولوا طبعا ان هم يعني يطلعوه بقى من تركيزه ويطلعوه بره الملعب، ولكن هو ما ردش على كل ده وما اتكلمش وما وضحش حتى وجهه نظره ولا وجه رسائل لحد. هو نزل ركز في الملعب، نزل ركز في المباراة، عارف ان مصر كانت في احتياج فعلا ان احنا اقل الخسائر نطلع يعني متعادلين، ونزل فعلا عمل كده. يعني عايزين نمسك الخشب يعني احنا بنتكلم عليه ان شاء الله الفترة اللي جاية كمان نشوفه يكون في احسن مستوى هو وكل يعني فريق نادي الزمالك والمنتخب مصر طبعا، ولسه احنا مستنيين منه كتير جدا جدا في الفترة اللي جاية. عنده كواليتي حلوة قوي وهيفرق بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، والمواقف دي اللي بتبين فعلا اللعيبة. على الجانب بقى الاخر للاسف تلقى جوميز ضربه قويه جدا باصابه سيف الدين الجزيري في معسكر منتخب تونس قبل حتى ما يلعب مع نسور قرطاج مباريتين، غينيا الاستوائيه طبعا وناميبيا اللي لعبهم زميله في نادي الزمالك طبعا كابتن حمزه المسلوسي، وتالق خلالهم، وده اللي احنا دايما برده متعودين نشوفه من حمزه المسلوسي. حقيقه لاعب برده متالق، لاعب عنصر اساسي جدا مع نادي الزمالك، شفنا اداؤه بقى حتى مع منتخبه الحقيقه. يعني هو تألق خلال المباراتين دول بشدة، رغم ان هو لعب باك رايت مش سنتر باك زي ما بيلعب مع الزمالك مؤخرا، ولكن برضو كان في تألق بشكل كبير جدا. وطبعا إصابة سيف الدين الجزيري ضربة كبيرة جدا لخط الزمالك الأمامي في توقيت مش أحسن حاجة أبدا لينا. عندنا في فترة مباريات مضغوطة، عندنا تلاحم كبير في المباريات ومباريات ورا بعض باستمرار، محتاجين نعوض نزيف النقاط اللي حصل قبل فوزنا بالكونفدرالية. الفترة اللي جاية يا جماعة في الدوري ما عندناش مساحة أبدا إن احنا نخسر أي نقطة، عندنا 8 ماتشات في 21 يوم تلاحم مباريات، محتاجين كل لعيب يكون بجد موجود ويكون لازم نازل هدفه الفوز وهدفه إن احنا ما نخسرش نقطة في المباراة دي. وفي نفس التوقيت برضو سيف كان بيمر كده بفورمة يعني هايلة، ومسجل في الديربي 2 وفي فاينل الكونفدرالية هدف كان غاية في الأهمية في المغرب طبعا، ثم في مباراة فيوتشر، ثم في الاتحاد آخر مباراة
لعبها نادي الزمالك، يعني الحقيقه فورمه هي الافضل للجزيري الموسم ده، ودايما بنشيد باداء الجزيري ودايما عارفين هو بيعمل ايه مع الفريق. عندنا عناصر يا جماعه فعلا هايله، يعني احنا اتكلمنا دلوقتي على ثلاث اسامي مثلا كلهم هايلين، كلهم اداء مبهر، ولكن لسوء الحظ طبعا اصابه الجزيري في توقيت مش احسن حاجه بالنسبه لنا. زي ما قلنا عندنا يعني مباريات مهمه جدا في الفتره الجايه، عندنا مباراه سيراميكا كليوباترا، عندنا بعديها مباريات كتير، مش في حمل ابدا ان احنا يكون عندنا لاعب بحجم سيف الدين الجزيري مصاب، ولكن ان شاء الله ان شاء الله يعني ما تاخروش كتير وما تعطلوش كتير ويرجع بسرعه تاني لنادي الزمالك، لانه برده عنصر اساسي جدا مع نادي الزمالك. كمان الزمالك بكره عنده مواجهه امام سيراميكا كليوباترا اللي قلنا عليها، هيفقد فيها احمد فتوح نجم الجبهه اليسرى، واحد من مفاتيح لعب الفريق بدون شك لما يطلع لقدام ويدخل لنص الملعب. هو الحقيقه يا جماعه فتوح مش بس مهم للزمالك، هو مهم لمنتخب مصر كمان. فاحنا الحقيقه كده لو بصينا على فريقنا وعلى السكواد بتاعنا، عندنا اصابات للاسف وحشه جدا، ولكن احنا عندنا ثقه بقى في اداء بقيه عناصر الفريق، وان شاء الله ان شاء الله نشوف يعني بكره في المباراه ونشوف في الفتره اللي جايه اداء يعني. بس احنا يا جماعه بجد ما عندناش فرصه ان احنا نخسر نقطه في الفتره اللي جايه لو احنا فعلا عايزين نحسن ترتيبنا ونحسن صورتنا في الدوري، فعايزين ننزل المباراه دي بكامل تركيزنا. خلاص بقى عندنا اصابات طبعا هتاثر علينا بشكل كبير، ولكن عايزين السكواد ينزل في كامل تركيزه في التوب فورم بتاعه، يؤدي واجبه على اكمل وجه، لان برضو زي ما قلنا فتوح ضربه قويه، الجزيري ضربه قويه، اي غياب او اي اصابه لفريق نادي الزمالك بتكون بجد ضربه قويه لتشكيله جوميز، مع استمرار طبعا بقى غياب كابتن شيكابالا اللي باذن الله برضو هو هيرجع قريب قوي، خلاص بينهي يعني برنامجه، وربما نشوفه كده في المباراه اللي جايه امام المصري تاني يوم العيد اكيد هتكون، او بعد بقى اللي جايه بالكتير ضد فاركو يوم 21 يونيو، علشان برضو ياكد جاهزيته لدعم قائمه الفريق في لقاء الديربي امام الاهلي يوم 25 يونيو، مباراه مهمه جدا عايزين فيها يعني شيكابالا عنصر اساسي، المسلوسي عنصر اساسي، سيف الدين الجزيري عنصر اساسي، فتوح عنصر اساسي، كل اللعيبه اللي اتكلمنا عليهم هم بجد عناصر اساسيه. ان شاء الله ان شاء الله يعني كل المصابين فيهم يرجعوا لنا كده بالف سلامه ان شاء الله، ونشوف يعني في الفتره اللي جايه دي بقى اداء مختلف جدا عن اللي فات واحسن من اللي فات بكتير، حتى لو في اخر فتره شفنا اداء مميز، ان شاء الله الفتره اللي بعدها تكون احسن واحسن لنادي الزمالك.